وتعالى من رحمته ولطفه بنا هو أجاز لنا أن ندعوه وأن نخاطبه وأن نتحدث معه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حال. ولذلك عندما تشعر بالتعب أو بأي يعني شعور صعب، أنا أنصحك بأن تجرب هذه الطريقة. تدخل إلى غرفة، تخلو بنفسك ولو لخمس دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، وتتحدث مع الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد أن الله موجود وأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله عليم، وهو أيضا قدير وغني وحكيم، يعني كل ما نحتاجه نحن في كل شيء هو عند الله.